ولنقاش تفاصيل اعتداء أمن العتبة الحسينية وعناصر ميليشيا الحشد على المتظاهرين السلميين في كربلاء، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين آلاء عبد اللطيف المصطاف. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. كيف يفسر اعتداء الميليشيات وحماية العتبة الحسينية على المتظاهرين السلميين الذين احتجوا على تحويل مدينة عراقية لمدينة إيرانية بالصور والرايات الأجنبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليست المرة الأولى التي تعتدي أو تتكالب فيها قوى اللادولة ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا بمطالبة الوطن. نحن كنا نتوقع هذه الأمور، وخاصة قبل الوصول إلى يوم 25/10 اللي غالبية ساحات التظاهر قالت أن هناك إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء فيما وعدت به سوف يكون التصعيد بشكل آخر. هذه الادعاءات التي تدعيها قوى الحكومية أو القوات الأمنية في محاولة الثوار للاعتداء على القوات الميليشياوية التي تدعي حفظ العتبات المقدسة عبارة عن كذبة لا تنطلي على أحد. الموضوع كان مبين له، وربما تكون هناك قد عناصر قد تشتت من قبل قواتهم ضمن أفواج الثوار لأجل افتعال أي مشكلة لإعطائهم الذريعة لمهاجمة ثوارنا الأبطال. الثوار كانوا يهتفون بحياة العراق وكانوا يرفعون أعلام العراق وصور الشهداء. ربما هذا هو من استثار غضبهم ودس عنقهم الجوثي الذي جعلهم ينهالون بشتى أنواع الضرب والصعق الكهربائي تجاه هؤلاء العراقيين الأصلاء. دكتورة، ولا إلى أي مدى يظهر هذا الحادث يظهر الولاء الحقيقي للميليشيات والأحزاب التي تروج لها سياسيا؟ عزيزتي، ليست ولاء حقيقيا، وإنما هم ليسوا بعراقيين. لا يمكن أن يكون هؤلاء عراقيون، لا يمكن. العراقي لا يجرؤ على أن تكون تضع أقدامه علم بلده، هذا العلم اللي الدماء سالت تحت منه ومن أجل رفعه. كيف تجدف بالأقدام؟ لماذا؟ أنا أطلب من رئيس الحكومة، هل يستطيع تبرير ما حدث في كربلاء؟ أين هو رئيس الحكومة؟ أين شعاراته بحماية المتظاهرين السلميين؟ لماذا يغوص في ثبات عميق؟ لماذا لا يستطيع أن يوجه التهم بالأسماء؟ صار القاضي والداني يعرف من المعتدي. لا. ولماذا هذه التهديدات ولم يعد أحد يستحي من شيء، وإنما بشكل علني يهددون؟ من هو ليهدد؟ ما سلطته بالدولة وبالحكومة لكي يهدد الناس ليتدخل بطريقته الخاصة والعلنية؟ شباب رفعوا صور الشهداء وأعلام العراق، هل صار عالم العراق يستفز العراقيين؟ بالعكس، هذا علم بلدهم يشرفهم. يا ما جثامين الشهداء لفت فيه، وأي عراقي أصيل يتمنى أن موته تكون وجثمانه يلف بعلم العراق؟ كيف يجلس تحت الأقدام؟ نعم. لماذا يتم الاعتداء عليهم بوسط الأرض المقدسة؟ أين ادعاءاتهم بأنهم يعد استقلال القرار العراقي من أهم الأولويات التي طالب بها الثوار منذ انطلاق ثورة تشرين؟ إلى أي مدى أقنعت الأحزاب الطائفية الشارع باستقلالية توجهها بعد عام من هذه الثورة؟ الأحزاب التي تحكم في العراق والتي تؤلف السلطة بشتى مسمياتها تابعة ذليلة لدولة الولي الفقيه، ولا تمت للعراق بصفة، ليست عراقية، وإنما جثمت على صدور العراقيين وعاتت بأرض العراق فساد. ولا سلطة للحكومة. إن تصريحه بيوم أمس بأن قرار الحرب والسلم بيد الحكومة عبارة عن محض أكاذيب. القرار الحرب وقرار السلم والعبث بالأمن والسلم الأهلي العراقي بيد الميليشيات.
أطلق ثوار الناصرية وبغداد حملة استهجان واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لما قامت به الميليشيات وحماية العتبة الحسينية ضد المتظاهرين السلميين. ما موقفكم في اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين من هذا الحادث؟ نحن نقول أن ثورة الحسين ثورة لا يفهمها العبيد، ثورة أحرار، وهكذا هي ثورة تشرين. التشرينيون أحرار وهم أولى بالحسين من غيرهم. شكرا جزيلا لك دكتورة آلاء عبد اللطيف المصطف، عضوة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.